choice of antihypertensive drug، ازاي نختار المجموعة المناسبة في علاج الضغط، وازاي نمشي في خطة العلاج. بعد ما اتكلمنا عن الاربع مجموعات الرئيسية في علاج الضغط، من اول الاس والاربس والبيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز والديوريتكس، وشرحناهم بالتفصيل، هنتعلم ازاي دلوقتي نعالج الهايبرتنشن. احنا هنتكلم عن البرايمري او الاسينشال هايبرتنشن اللي موجود عند كل الناس، اللي هو بيمثل اكتر من 99%. بعد ما اتأكدنا ان البيشنت دوت عنده هايبرتنشن وضغطه اكتر من 140 على الثانية، لازم نعرف من العلاج بتاعنا التارجت بلاد بريشر اللي احنا عايزين نوصل. لو الايج اقل من 80 سنة فالتارجت بتاعنا هيكون اقل من 140 على 90. لو البيشنت سنه 80 سنة فيما فوق يبقى التارجت بتاعنا اقل من 150 على 90. في حالات البوزيشنال هايبوتنشن احنا بنقيس الضغط والعيان قاعد وهو واقف، هنعتمد فيه القراية على العيان وهو واقف. طيب هنبدأ ازاي في علاج الضغط؟ عندنا بيشنت عنده هايبرتنشن، هنشوف هو معاه تايب 2 دايبيتس ولا لا. لو معاه تايب 2 دايبيتس يبقى الفيرست ستيب هنبدأ بمجموعة الايس او الاربس. طيب لو البيشنت دوت ما عندوش دايبيتس، عندوش تايب 2 دايبيتس، هنشوف الايج بتاع البيشنت واللون البشرة بتاعته او جنسه. لو اقل من 55 سنة وهو مش بلاك افريكان هنستخدم برضو الايس او الاربس. لو الايج بتاعه 55 سنة فيما فوق او من ذوي البشرة السمراء البلاك، هنستخدم كالسيوم شانل بلوكرز. استخدمنا المجموعات دي في الاوبتيمال دوز ومفيش نتيجة كويسة، ما وصلناش للتارجت بلاد بريشر، يبقى هنبدا نضيف دواء تاني. هنستخدم اثنين دروبس، يا اما هنضيف السايزايد لايك دايوريتك او هنضيف الاثنين لبعض. لو بياخد ايس او ارب هنضيف كالسيوم شانل بلوكرز، لو بياخد كالسيوم شانل بلوكر هنضيف له ايس او اربس. طيب عملنا كده بالاوبتيمال دوز وبرده مفيش نتيجه، ما وصلناش للتارجت، هنستخدم الثلاث ادويه مع بعض، ايس او اربس بلس كالسيوم شانل بلوكرز بلس السايزايد، برضو بالاوبتيمم دوز ومش واصلين للتارجت بلاد بريشر. هنعمل تشيك الاول على الادهيرنس للتريتمنت وهنشوف البوزيشنال هايبوتنشن ونقيس البوتاسيوم ليفل. لو البوتاسيوم اقل من 4.5 هنضيف لو دوز من السبيرونولاكتون. طيب لو البوتاسيوم اكتر من 4.5 لا، هنا هنستخدم الفا بلوكر او بيتا بلوكر. كده في كل خطوة استخدمنا عدد من الأدوية. طيب احنا امتى بنقيس الضغط؟ هو مرتين، العيان واقف والعيان قاعد، في ثلاث حالات، تايب 2 دايبيتس في حالات البوزيشنال هايبوتنشن، لو البيشنت 80 سنة فيما فوق. لو جالي بيشنت ايج بتاعه اقل من 40 سنة ومعاه هايبرتنشن، لازم الاول نتأكد ان هو ما عندوش سكندري كوز. هنعمل شوية تحاليل. اول حاجة هنقيس TSH عشان نتأكد ان هو مفيش hyperthyroidism. هنقيس renal function وبوتاسيوم وصوديوم ونعمل renal ultrasound عشان نتأكد ان مفيش renal disease. هنعمل early morning serum free cortisol عشان نتأكد ان هو مش Cushing syndrome. هنعمل 24 hours urine collection للmetanorphins عشان نتأكد ان هو مش phoicromocytoma. نعمل CT brain عشان ندور على البيتيوتري كوسس. طيب في حالات معينة مش هنمشي على البلان دي، في ديزيز لو البيشنت هايبرتنشن ومعاه ديزيز معين، هنبدأ بمجموعة خاصة هي البيست تشويس للهايبرتنشن في الحالة دي. احنا اتكلمنا عن الدايبيتس وقلنا ان البيست تشويس هو الايس او الاربس. طيب لو البيشنت عنده هارت فيلير يبقى البيست تشويس هو الايس او الاربس ومعاهم او الدايبيتس. طيب لو معايا البيشنت هايبرتنسيف وفي سوبرا فنتريكولار تاكي اريزميا، هنستخدم البيست تشويس هي البيتا بلوكرز. لو هايبرتنشن ومعاه انجينا يبقى البيتا بلوكر او الكالسيوم شانل بلوكرز هي البيست تشويس. لو في حاله كرونيك كيدني ديزيز هنستخدم الايس او الاربس، بس الكريات تكون اقل من 3. لو عيان انسماتيك يبقى الكالسيوم شانل بلوكر هي البيست تشويس. طيب لو حاله بريجننت يبقى الالفا ميثايل دوبا
هي البيست تشويس، زي الألدوميت 250 ثلاث مرات في اليوم. طيب لو عيان بروستاتيك بناين بروستاتيك هايبربليس، يبقى البيست تشويس هو البروزوسين الألفا بلوكر. طيب احنا كده آخر حاجة الفوي كروموسايتوما، لازم نستخدم ألفا بلوكر بلس بيتا بلوكر زي اللي بيتولو دي السبيشال كونديشن. طيب في برضو الكونديشن دي لازم نأفويد سيرتن دروجز من الأدوية بتاع الهايبرتنشن، زي في حالة الدايبيتس نحاول نبعد عن البيتا بلوكرز، هي مش ابسوليوت كونترا انديكيتد بس مش الفيرست تشويس. حالات الهارت فيلير ابسوليوت كونترا انديكيشن الكالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكرز. حالات الكرونيك كيدني ديزيز البوتاسيوم عالي، مش هنستخدم بوتاسيوم سبيرنج دايبيتكس. في حالة الرينال ارتروستينوزيس هنبعد عن مجموعة الإيس. حالات الأزمة هنبعد عن البيتا بلوكرز. حالات البريجنانسي أبسوليوت كونترا إنديكيشن الإيس. في حالات الجوت الديوريتكس بيرفع لي اليوريك أسيد، سبيشال اللوب ديوريتكس أبسوليوت كونترا إنديكيشن هنبعد عنها.